رأيت رؤيا مفزعة أقلقتني، هل تسمح لي بذكرها؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان كما ذكرت أنها أزعجتك فلا تتحدث بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليتعوذ بالله عن من شرها وليتحول عن جنبه ولا يحدث بها أحدا، ولا يحدث بها أحدا، والله أعلم.